بطولة القلايل من أهم المنافسات للمقناص بالطرق الموروثة في قطر. محمية العريق تحتضن هذا الحدث الكبير. ١٦ فريق في تنافس على اللقب. في هذه الظروف الصعبة تظهر مهارة وصلابة القناص القطري. أدوات الصيد هي طيور مصقورة وسلقان قوية وسريعة والكثير من العمل الجماعي للحصول على الصيد، واللي هي الكروان، الحبارة والظبي. اليوم صار المقناص هواية بعد ما كان سر البقاء لآبائنا وأجدادنا. رحلة تنافس الفرق بدأت، ولكن فريق واحد بس اللي بيفوز بالبيرق في بطولة القلايل 2014. هاي بداية منافسات المجموعة النهائية في بطولة القلايل من المجموعات الأربعة. الفريق المتأهل من المجموعة الأولى هو فريق العديد بمجموع 270 نقطة. والفريق صاد 12 حبارة وظبي واحد. والمجموعة الثانية تأهل فريق المعيذر بمجموع 280 نقطة. والفريق صاد 11 حبارة وظبيين. الفريق المتأهل من المجموعة الثالثة هو فريق السلية بمجموع 250 نقطة. الفريق صاد 11 حبارة وظبي. آخر متأهل إلى النهائيات هو فريق الجلعة المتأهل من المجموعة الرابعة، واللي أحرز أكبر مجموع بين كل المتأهلين 340 نقطة. والفريق صاد عدد كبير من الحباري خلال المسابقة 17 حبارة. الفرق اختارت مواقع بيوت الشعر. فرق العديد والسالية عودوا صوب المواقع القديمة، ولكن فريق معيذر والجلعة اختاروا مواقع جديدة. الفرق التسابق باتجاه بيوت الشعر كل ثانية تحسب في بطولة القلايل. الجميع رفع راية التحدي، وخاصة أن الفرق صارت تعرف المحمية بشكل أفضل. حتى بناء بيوت الشعر صار أسرع، كل الفرق تحاول تفادى أخطاء المرحلة الأولى. من يمين قام البيت وبنحرك الحين بنقرص والأمور كلها إن شاء الله طيبة. أعضاء الفرق متعاونين، والهدف الأساسي هو بداية الصيد قبل الآخرين. رفع بيت الشعر هو فقط المرحلة الأولى في المسابقة. اليوم إن شاء الله رحيل نازل يحن طبعا إن شاء الله، وإن شاء الله بخير إن شاء الله سيد إن شاء الله مستعز. ركفوا
اقل 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 مزاعر اقل مزاعر. احنا جينا اربع متقدمين وحن وراهم وحصلناهم قدهم رافعين البيت وكملنا معهم وجهزنا على ما شفت الحمد لله. كل الفرق خلصت بناي بيت الشعر على فريق العديد، مع انه رجع الخيال سعد خليفة الكواري واللي كان غايب لأسباب خاصة. بقي شوي ونخلص إن شاء الله، كلها ربع ساعة وبعدها انطلاق الشو. لخوض النهايات قام فريق العديد بإضافة ثلاث مطايا وطيرين وحصان إلى وسائل الصيد. أما تغييرات وسائل فريق المحيدر للصيد كانت بسيطة، الفريق مشارك هاي المرة بسلقان أقل، بينما فريق السلية أضافوا طير إلى مجموع طيورهم. أما فريق الجلعة الفريق يستمر في المشاركة بدون خيل. الفرق اللي انتهت من بناي البيت تخرج للبحث عن الصيد. أول ما غبش فريق معيذر عينوا سرح بابا. الحبارة وقعت. بيننا البيت وكسرنا التير السابق وانطلقنا الحين وعينت الحبارة وهدينا عليها وصدناها ما لنا الا يمكن 10 دقائق وان شاء الله الحمد لله الخير ان شاء الله جاي. عاش ابو جابر، عاش الله ليهينك ابو جابر على ثبت. فريق معيذر اول فريق يصيد في الدور النهائي. هذه مجرد البدايه، الفريق عندهم ثر جديد. بعد أقل من 15 دقيقة صادوا الثانية. الثانية على ما تشوفون إن شاء الله متعملين نصيد ضبي بعد شوي وإن شاء الله نصيد حبالي ونجيب الله التوفيق إن شاء الله. المعركة بيننا وبين الفرق كلهم مع احترامي لهم. الظاهر قرار فريق معيذر في تغيير موقع بيت الشعر كان قرار صايب. الساعة ما بعدها وصلت ثمان والمعيذر يلحقون لهم ضبي. الظبي يغير اتجاهه بسرعة ويشرد من السلقان. بس السلقان قوية وسريعة. هذا أسد الغابة، هذا الله يسلمك توفيق الله سبحانه وتعالى. وعدناكم قبل خمس دقائق بالضبي والحمد لله رب العالمين تحققت الأمانة. يلا يا الربع حركوا. فريق الجلعة يقصون ثر حبارة جديد. لا لا عندي فهد هنا، انت عود احشك من شرقينا يمكن ثرها يظهر عليك. تعال 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 قصة قصة، عطي ناقتك. روح علي يا فهد استعجل. خب خب خب
الطير تمكن من الحباره وصادها بسرعه. وفيت جر وماتك على هذا الجر. هذا فال الصباح ان شاء الله، ان شاء الله عقبها يتلاحق الصيد. اول 20 نقطه لفريق الجلعه. يلا شباب جاهزين. أخيرا خرج فريق العديد من البيت وهم متأخرين حوالي ساعة عن الفرق الأخرى. أعضاء الفريق يقصون ثر. هذا عندنا فريق حبالي اثنتين ولا ثلاث ونقطع هلاوة في القاع ندور لها ما طلع إن شاء الله من عيه هذا. طارت حبار قاعد نقص ترى وطارت من بعيد وهدنا عليها طير عبد الله وصاد فوق الشاهين. حبار ابد وموقع هني في الليفر اللي تحت وثريات زياده يمكن ثلاث حباري ولا يمكن حولها ثلاث اثنتين. اعضاء فريق السليه مركزين على الضبع، الفريق يدور عن نقاط اكثر. صيد الضبع اصعب كثير من صيد الحباره. ولكن فريق السلية عندهم ثلاث سلقان وثلاث خيول وجاهزين لصيدها. يبدأ الطرد بس اثنين من سلقان الفريق في الخرج والثالث ما شاف الظبي وهو يلحق الخيل. الوقت غير كافي لهد السلقان. الطريقة الوحيدة لصيد الظبي بدون السلقان تلحقه بالخيل، ولكن الظبي يغير اتجاهه كل شوي وهذا يصعب من امساكه. سعد عجيان طاح من الخيل ويستغل الظبي الفرصة ويهرب. بس الظبي تعب بسرعة وفي هالوقت أحد السلقان شافه. الشربة الحمد لله الله رزقنا بهذا الظبي وطردت الخيل. السلقان قدها في الخرج واحدة من السلقان نازلة ولكن قالت تلعب ما شافت الظبي. يوم شافت الظبي الحمد لله جات وفزعت حق اهل الخيل قد الظبي تعبان ومنهد. الصيد هذا كلف الفريق. كتوا شوي فيها قلع ان شاء الله بيجي الدكتور الحين بردها ان شاء الله. طيب وديك طيارة انت احسن ما شاء الله. عندنا احنا عندنا كلجنة سلامتك انت ابدا من بكره. يلا بس طيب خير ما في شيء. خلع بسيط ان شاء الله على المغرب ان شاء الله برجع ما راح. على خلاف توقعاته سعد خارج البطولة وعدد اعضاء الفريق ينزل لثمانية. الحمد لله إصابة سعد بسيطة. يتابع فريق الجلعة التركيز على ثر الحبارة. بعد عندك ولا راح؟ والله
واحدة دخلت داخل عند علي. أعضاء فريق الإجلاع قرروا يستفيدون من طير طلع. الطير شاف حبارة وين وراح لهم. الحبارة الثانية هربت ولكن الفريق صادها قبل ما تبتعد. طلق الصيد يا عبيد. هويتك الطلق. يلا بارك في الناس اللي شاف. دعوي جاتنا بس الطير أول مرة تطلع بارك الله فيه. شاف متمتمع. صدنا قبل الحبارة من شوي واللي صدنا هذه الثانية والثالثة صادها الشاهين. حبارة وين؟ في أقل من دقيقة. ترى عندك؟ والله الحين عند الربع بعد ثار حبارة إن شاء الله رايحين صوبه. والله التوفيق نطلب من الله التوفيق. فريق العديد بدأ متأخر لكنه مصمم يلحق الآخرين. خلي لا تضرب فكوة لحد يضرب لحد يروح لحد يروح هادي بروح بس خلاص هاي الحبارة الثانية إن شاء الله الثالثة الحين عند الرابع ثارها والرابع إن شاء الله والخامسة والسادسة والضبي إن شاء الله. كانت بداية فريق المعيدر قوية في بداية اليوم. إحنا شمالي مكاننا وعندنا هاي الحبارة في جلدته ولا حشوف ثارها ولا بعد استأكدنا منه. بعد ثلاث ساعات بدون أي صيد طارت حبارة قدام الفريق. صيد توافيق. والله نقول الحمد لله هذا حبارة هذا وضبي نحمد الله ونشكره ونتأمل خير إن شاء الله. الساعة 12 الظهر وصيد الحبارة الثالثة يرفع رصيد فريق المعيذر إلى 90 نقطة. فريق الإجلعة في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعدها العديد والسيلية. هذا هو اليوم الأول من نهايات بطولة القلايل وفريق الإجلعة مصمم على انتزاع الصدارة من فريق المعيذر اللي تقدم فارق 30 نقطة. بهذه الحبارة فريق الإجلعة متأخر بفارق 10 نقاط فقط عن فريق المعيذر. ربه ما شرط هذه الحبارة أخمرت وضيعها عقب ما أخمرت والحمد لله طارت وجاها وقعت خبر. ولكن فريق المعيذر ما راح يتخلى عن الصدارة بسهولة. أنا تأكدت منها يا بالي تأكدت منها اليوم اليوم. الطير يرتفع. بيض الله وجه النعيمي استاهل خير هذا طير عبد الله محمد مستانس صيدين اربع حباري يا اخي وضبي
مستانسين 120 نقطة. ما تبي نستانس؟ تستاهلون الناموس، تستاهلون الناموس. ما زال صراع الصدارة بين فريق الجلعة وفريق المعيذر. بعد أقل من 10 دقائق فريق الجلعة يهدون طيرهم على حبارة. الحبارة قوية وراحت من الطير. مرة طارت من عندنا هديتها مشار وقعت هو يكوسر عندنا وحولنا عليها لقيناها طيرنا وهديتها. بعدها بقل من 5 دقائق فريق المعيذر عينوا حبارة. طار طويل بس الطير صادها. فريق معيذر ما زال متصدر المجموعة النهائية. المرة الخامسة. فريق السلية يتابع تحدي البيرك بعد خسارة سعد عجيان. أخذ طير سعد وحصان سعد وإن شاء الله ما يشوف إلا شيء يسره. سعد عجيان طلع من المنافسة بس الطير والخيل مع الفريق. طير سعد يلحق الحبارة. هذا شاهين حق سعد الله يذكره بالخير قومه بالسلامة إن شاء الله. حنا بعد ما طاح وتعور قلنا خلاص إن شاء الله أول هدد بيكون طير سعد إن شاء الله. هذه أول حبارة الفريق السلية في المجموعة النهائية. تعاون أعضاء فريق المعيذر كفريق جيد، كل قانص عنده دور يؤديه ويلتزم فيه. فريق معيذر متنومس بالصيد. الظاهر تحولت أحوال فريق السلية. الطير الطلع شاف الحبارة وراح لها. هذه الحبارة الثانية لفريق السلية. هدينا على طير شخبوط ما قصر بيض الله وجهه. والحين جانا بعد خبر إن شاء الله إن سعد طيب وبخير، نقول له الحمد لله على سلامته. الحمد لله. والله يرد السالم إن شاء الله.
بعد البداية المتأخرة لفريق العديد يستمر يومهم بهدوء، صادوا حباروين حتى الآن. من الطبيعي أن موقع بيت الشعر والتأخر في إنهاء بناء البيت أثر على أداء الفريق. هذه خرب. أعضاء الفريق دغجوا بس للحين ما عينوا شيء. ترى حبارة عندهم الحين ربع قصة، والله كريم إن شاء الله. أكيد حبارة 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 حبارة. ساهل خير، هذه الحبارة الثالثة إن شاء الله، وبشروا بالرابعة والخامسة. فريق الجلعة مجتهد في المقناص. وقت الصيد بدأ يخلص، بس فريق الجلعة عزومة قوية. نهاية قوية لفريق الجلعة، ممكن هالحبارة راح تضمن لهم الصدارة. عودت كل الفرق لبيوت الشعر. بالنسبة للبعض كان اليوم مشوق وحافل بالإثارة، وبالنسبة للبعض كان يوم مخيب للأمان. بس هذه نهاية اليوم الأول، يمكن للفرق أن تقلب الموازين في الأيام القادمة. فريق العديد ثلاث حباري، فريق المعيذر ظبي ست حباري، فريق السالية ظبي وحباروين، الجلعة سبع حباري. مع نهاية اليوم الأول تصبح النتائج كالآتي: 10 نقاط تفصل فريق المعيذر المتصدر عن فريق الجلعة في المركز الثاني، بعدهم فريق السالية في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، والعديد في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.